يطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اليوم إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، وذلك بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة على مهرجان العالمين. ويهدف شارع الخدمة الصحية الذي تستمر فعالياته حتى 30 من شهر أغسطس المقبل لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، ذلك بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية والتي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.